أعود لدكتور حامد. دكتور حامد، هل ترى هي أي بارقة أمل في حل دبلوماسي لهذه الأزمة؟ أي تعويل دبلوماسي في ظل وجود الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتستخدم قضية تايوان كقضية رئيسية للضغط على الصين هو محض هراء، في ظل وجود أيضا القيادة الحالية من قبل الرئيس الموجود الرئيس لي الذي يسعى وبكل قوة إلى أن تصبح تايوان دولة بعيدا عن الصين، في ظل أن العالم جميعه كل دول العالم بتؤكد على مبدأ الصين الواحدة وعدم انفصال تايوان، وعلى الرغم من وجود الحكم الذاتي في تايوان إلا أن الصين ما زالت تمسك بتلابيب الأمور وقادرة على السيطرة وفرض هيمنتها على هذه الجزيرة. ولكن في ظني وتقديري أن الحلول الدبلوماسية والسياسية هي حلول بعيدة المنال، لأن كما أشرت لحضرتك نقطة جوهرية جدا، وهو أن الصراع هو صراع اقتصادي بحت في الأساس، وأيضا يتم استخدامها كرادع سياسي للصين. ولكن في كل الأحوال الولايات المتحدة الأمريكية حققت أرباح طائلة من وراء تايوان ومن وراء الرقائق الإلكترونية ومن وراء الكثير من الصناعات التي بتدخل فيها، وبالتالي هي لن تسمح بأي حال من الأحوال بسيطرة الصين على تايوان، لأن أغلب الصناعات الدفاعية العسكرية الأمريكية بتدخل فيها الرقائق الإلكترونية اللي بتنتجها تايوان، وبالتالي إذا سيطرت الصين على تايوان أصبحت يعني الكثير من الصناعات محل تهديد، وهو يعني من أهم المشروعات اللي بتحقق رواج اقتصادي كبير للولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من أكثر دول العالم التي تبيع السلاح والرقائق الإلكترونية الدقيقة أو المتطورة، تدخل في الكثير من الصناعات، وعلى رأسها المشروع الأخير مشروع F-35 الطائرة F-35 اللي بتدخل فيها الرقائق الإلكترونية، واللي حققت مبالغ طائلة للولايات المتحدة الأمريكية من وراء هذا المشروع. وبالتالي في كل الأحوال أرى أن التوصل لتفاهمات سياسية بين الولايات المتحدة وأمريكا لن بين عفوا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين لن يحقق أي يعني اختراق في هذا المجال إلا بوجود ضغوط صينية على الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما لا تملكه الصين حتى هذه اللحظة، باعتبار أن الصين لا تتدخل في الأمور السياسية بشكل كبير، بل إن دورها السياسي لا يتناسب مع وضعها وقوتها الاقتصادية على المستوى العالمي.